مشاهدينا الكرام وسعدتم مساء، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، تلقى أمس رئيس الجمهورية مكالمة هاتفية من أخيه محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنيا له وللشعب الجزائري مزيدا من التقدم والرقي. وبدوره شكر السيد الرئيس أخاه الرئيس الفلسطيني على نبل مشاعره، مهنئا إياه وكل الشعب الفلسطيني الشقيق بحلول هذا الشهر الفضيل. في رحاب القرآن الكريم والتنافس الإنشادي، انطلقت سهرة أمس الطبعة 12 لبرنامج تاج القرآن والطبعة 8 لبرنامج حاد الأرواح الإنشادي، حيث سيكون المشاهد على موعد مع أجواء رمضانية تنافسية وروحانية بين المشاركين في كلتا المنافستين اللتين تنتجهما وتبثهما قناة القرآن الكريم للتلفزيون الجزائري عبر 4 برايمات في كل مسابقة لتختتم بتتويج الفائزين. في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت المصالح العملياتية المختصة للمديرية العامة للأمن الوطني من حجز أزيد من 1,600,000 كبسولة من المؤثرات العقلية كانت موجهة للتسويق غير الشرعي عشية حلول شهر رمضان في عمليات متفرقة، من بينها أزيد من 1,200,000 كبسولة في عملية واحدة فقط، وذلك بكل من ولايات عنابة وهران ورقلة والجزائر العاصمة. كما تم توقيف شبكة الإجرامية الضالعة في العملية والمكونة من 10 أفراد، من بينهم رجل وزوجته والتي كانت تحضر لتوجيه ضربة قاتلة للشباب الجزائري من خلال تسويق شحنة ضخمة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين انطلاقا من تمنراست، والتي يوجد رأسها المدبر حاليا في حالة فرار بفرنسا. التلفزيون الجزائري سيبث اعترافات بالصوت والصورة حول هذا المخطط الإجرامي بعد هذا الموجز. دوليا وفي فلسطين، اعتقلت قوة الاحتلال الصهيوني مساء أمس 3 شبان من مدينة القدس المحتلة، كما اعتقلت في اليوم نفسه 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة أثناء اقتحامها عدة مناطق من الضفة الغربية، شملت كلا من بيت لحم وجنين ونابلس ورام الله والخليل. في فرنسا، بلغت الإضرابات والاحتجاجات ذروتها رفضا لتعديل نظام التقاعد المزمع تطبيقه بحلول نهاية العام، مما تسبب في شلل قطاعات النقل والطيران والطاقة، فيما دعت نقابات عمالية إلى شن إضرابات في جميع أنحاء البلاد الثلاثاء المقبل تزامنا مع زيارة المرتقبة لملك بريطانيا. في أخبار الرياضة، فسهرة أمس المنتخب الوطني على منتخب النيجر بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب نيلسون مونديلا ببرقي لحساب الجولة 3 عن المجموعة 6 من التصفية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بكوت ديفوار. وفي إطار الدور الأخير من تصفية كأس أمم إفريقيا 2023، يواجه المنتخب الوطني لأقل من 23 عاماً سهرة اليوم نظيره الغاني بملعب 19 ماي بعنابة، حيث يسعى المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة مريحة قبل مباراة الإياب المقررة بمدينة كوماسي يوم 28 مارس الجاري. تتابعونها مشاهدينا الكرام سهرة اليوم بداية من الساعة 10 على القناتين 6 الشبابية وكانال الجيري.
في الرياضة، دائما تأهلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف أمس إلى نهائي بطولة العالم المتواصلة فعاليتها بالعاصمة الهندية نيودلهي عقب تغلبها على التايلاندية شوانا فينغ جانجيام. وستضرب البطلة الجزائرية موعدا الأحد المقبل في المنازلة النهائية مع الروسية سيشوكوفا ماتاليا. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى الختام، ألقاكم على رأس الساعة.